سعداء اليوم اننا كنحضروا هذه اللحظه التاريخيه ديال افتتاح مشروع ديال الواتر بارك لاكوا بارك ديال اكادير. واخيرا اكادير عندها واحد المشروع كبير، واحد الفضاء ترفيهي اللي غادي يكون فائده الساكنه ديال اكادير وايضا الساكنه ديال المغرب والسياحه الدوليه. كنا سعداء بالحضور ديال السيد الرئيس سي عزيز اخنوش رئيس الحكومه ورئيس المجلس الجماعي مع السيد الوالي ومع المنتخبين ديال المنطقه. كنا ايضا هذا المشروع كنقولوا على انه كان خاص اكادير، لان اكادير كان عندها نقص في الجاذبيه. اليوم الحمد لله مع التليفيريك ومع هذا البارك اكواتيك غادي نعطيو واحد صوره اخرى لمدينه اكادير في المجال السياحي. كاين ايضا ما يتعلق بالمشروع الثاني اللي هو جوج ديال الطائرات اللي غادي دو ريستورون كافي اللي غيتفتتحوا بعد رمضان المقبل ان شاء الله باش يكون المشروع مكمل. بالنسبه للطريق فالطريق هي الطريق الان ديال اكادير وفلا، هي مفتوحه دابا للعموم الى قصبه اكادير وفله، وايضا ممكن السياح على انه يجيو ويركبوا في التليفيريك ويوصلوا لقلعه اكادير وفله، يدوروا فيها ويركبوا واحد لانافيت وتجيبهم للواتر بارك، ومن بعد ثاني في العوده كيرجعوا عن طريق لانافيت للتليفيريك وكينزلوا للباركينغ الكبير وياخذوا السيارات ديالهم ان شاء الله. السلام عليكم، منيه محيد ديريكتريس ادجوانت دون اون يونيتي توريستيك. Et pour le projet, on ne peut dire que bienvenue parce que c'est un projet, inchallah, qui considérablement va augmenter l'offre touristique et attirer une nouvelle clientèle en offrant des activités supplémentaires aux visiteurs actuels, ainsi des opportunités pour diversifier l'offre touristique et de prolonger aussi la durée des séjours des touristes, inchallah. Aussi, le projet aura un impact économique très très important à la ville et on ne peut dire que marhaba et bienvenue pour ce type de projet, inchallah, qui donnera un boost à la ville d'Agadir, inchallah. Merci. غادي يفتح الابواب ديالو وغادي يكونوا فيه عروض فنيه ما يسمى بالانجليزيه دي نايت شو. هاد لي نايت شو غادي يكونوا مهمين جدا ومختلفين وفيهم واحد المجموعه من العروض الفنيه ان شاء الله اللي غادي تنال الاعجاب ديال الزوار ديال مدينه اكادير الى غايه 12 ديال الليل. دونك من 8 ونص ديال الليل حتى 12 ديال الليل راه غادي يفتح المشروع الابواب ديالو للزوار ديالو باش يمكن لهم ان شاء الله الرحمن الرحيم يستمتعوا بهذا الفضاء ويمكن لهم يتعشاو فيه ويجيبوا وليداتهم وينشطوا. وهذيك الانشطه كلها تعم جميع الفئات العمريه ديال الزوار. بالنسبه شنو هي الخطه التسويقيه اللي تنتوانها؟ اخر سؤال. الخطه التسويقيه انا ديما تنقول واحد البروفيرب فرونسي تيقول لك il faut tout un monde pour faire un souk. باش ندير واحد السوق خصنا كل شيء، خصنا القزبور، خصنا الليمون، خصنا الرمان، وخصنا الحواله، وخصنا يعني السوق باش تعمرو خصو ان بو دو تو. وان شاء الله الرحمن الرحيم ما غادي نكليجيو حتى شي فئه معينه باش يمكن لينا نعمروا السوق ديال هذا المشروع. انا حليمه من طاليان وجيت لاكادير، يعني تبارك الله اكادير زوين وهذا المشروع عجبني. هذا المشروع تبارك الله مشروع مزيان وهذا الشيء اللي بغينا لبلادنا، بغينا تكون زايده لقدام. يعني اللي ما طلعش وشاف هذا المشروع ما شاف والو في اكادير، يجي يشوف هنايا تبارك الله حاجه زوينه وكاين ما يتشاف. اللهم لك الحمد، بلادنا زايده وكتقدام والله تبارك وتعالى يعاونهم، بغينا ربي يعاونهم. علاش داروا شي حاجه زوينه؟ يعني عجبني هذا الشيء كله تبارك الله عجبني. يعني كندور كاع على البلايص ولكن هادي هاد البلاصه وهاد المشروع عجبني تبارك الله. لا زوين تبارك الله زوين زوين والامان، وكاين اكادير تبارك الله فيه الامان، فيه بنادم كيدور ما يخاف من حتى حاجه. الله زوينه، بلاصه زوينه، مأمنه وبلاصه زوينه، مشروع زوين عجبني، مشروع تبارك الله في المستوى.
الله تبارك وتعالى يعاونهم. حنا بينا اكادير ديما يكون غادي مزيان، حنا كبرنا في اكادير وكيعجبنا اكادير. جيت ندوز فاكاسيونيس هنا في اكادير، جيت من مدريد، والحاجه اللي عجبتني في هنا في اكادير كاين واحد الثقه، كاين الامان، المشاريع ديالك مزيونه مقارنه على بلدان اخرين ولا مدينات اخرين ديال المغرب، مزيونه بزاف. هذا الشيء اللي عجبني فيها صراحه، البلايا ديالها مزيونه بزاف، المشاريع ديالها وهاد الشيء اللي داروا هنايا حتى هو مزيون بزاف. وصراحه الناس ديالها متواضعين ثقفين، الله يعمرها سلعه، عجبوني بزاف. وانا هنايا كندوز الباكاسيونيت بخير وعلى خير، وانا فرحانه بزاف. خرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.